بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب في الفيديو التحضيري او الفيديو اللي هنستعرض فيه الكورس التحضيري لامتحان البروميتريك القطري للصيادله ان شاء الله. فيلا بينا بعد الفاصل نشوف هنقول ايه في الفيديو بتاع النهارده. في البدايه لازم تكونوا عارفين ان امتحان البروميتريك بصفه عامه سواء لقطر او للسعوديه او لعمان او الامارات او لاي دوله من دول الخليج هو امتحان غرضه انك تاخد رخصه مزاوله المهنه. فانت بتدخل امتحان اسمه امتحان البروميتريك عشان تاخد رخصه مزاوله المهنه في البلد دي. فالبروميتريك القطري انت بتمتحن امتحان البروميتريك عشان تاخد رخصه مزاوله مهنه داخل قطر، كتشتغل كفارماسيست او كطبيب داخل قطر يعني. وكذلك في السعودية وكذلك في الإمارات وفي البحرين وفي عمان وفي أي دولة من دول الخليج. كل دولة من دول الخليج عاملة لها بروميتريك خاص بيها، امتحان بروميتريك بكونتنت معين بنسبة توزيع الأسئلة معينة داخل الدولة دي. فإحنا هنستعرض في الفيديو بتاع النهاردة البروميتريك القطري اللي هو الكورس التحضيري اللي فعلا هنبدأ في أول الفيديوهات بتاعته النهاردة إن شاء الله، اللي هو هيكون موجه للصيادلة اللي ناوي تشتغل في قطر بإذن الله وبتخطط إنها تدخل امتحان البروميتريك. الامتحان بتاعنا عبارة عن 4 أجزاء: البيزك ساينس نسبته 5% من الامتحان، الفارماسيوتيكال ساينس نسبته 35% من الامتحان، الكلينيكال ساينس نسبته 35% برضه من الامتحان، والجزء الاخير اللي هو السوشيال والبيهيفير والاسكس، وده جزء خاص يعني قطر منزله فيه او هيئه التخصصات في قطر منزله فيه حاجات معينه هي عايزاها في الاسكس، ده هيكون نسبته 25% بس من الامتحان. ان شاء الله الكورس بتاعنا مقسم البيزك ساينس اجزاء، الفارماسيوتيكال ساينس اجزاء، الكلينيكال ساينس اجزاء، السوشيال والبيهيفير اجزاء، وكل واحد فيهم على مدار عدد من الفيديوهات، وكل عدد من الفيديوهات معاها البي دي اف اللي هتطبعه وتذاكر منه ان شاء الله مع البي دي اف ده. وكمان مرفق مع الجدول بتاعنا الكده اللي قدامنا ده، ان كمان كل جزء هيكون المده بتاعته او الديوريشن بتاعته هتكون قد ايه. فعلى سبيل المثال مثلا البيزك ساينس ان شاء الله احنا هندرس فيه الاناتومي والفسيولوجي، البايوكيمستري، الاميونيتي، الميكروبيولوجي. الاناتومي والفسيولوجي هناخده على مدار 3 فيديوهات ومعاهم البي دي اف بتاعهم، والبايوكيمستري هناخده على مدار 3 فيديوهات برضه ومعاهم البي دي اف بتاعهم، والجزئين دول اللي هو الاناتومي والفسيولوجي والبايوكيمستري هيكون مدتهم معانا اسبوع ان شاء الله. الاميونيتي والمايكروبيولوجي هندرسهم على مدار 10 فيديوهات ان شاء الله ومعاهم برضو البي دي اف اللي هنطبعه ونذاكر منه، وده برضو هيكون مدتهم اسبوع باذن الله. كذلك الفارماسيوتيكال ساين كل شابتر من الشباتر، الفارماكولوجي، الفارماكوجنوزي، والدايتري سبلمنت، الكالكوليشنز، الحاجات المهمه جدا اللي بيتسال فيها في الامتحان، جزء البايوستاتستكس، الكومباوندنج، الفارماكوجينوميك، الفارماسي براكتس، وميسلينياس توبكس كمان تانيه هناخدها برضو في داخل الفارماسيوتيكال ساينز، كلها على مدار عدد من الفيديوهات مرفق معاها البي دي اف اللي هتطبعه وتذاكر منه ان شاء الله، وده هياخد مننا شهر كامل شغل باذن الله، 4 اسابيع. الجزء بقى التقيل جدا اللي بيجي في الامتحان على هيئه كيسز اللي هو الكلينيكال ساينس، هندرسه تقريبا في 10 شباتر، تقريبا فروع الكلينيكال ميديسين كلها: نفرولوجي، كارديولوجي، هيماتولوجي، جي اي تي، اندوكراين، شيست، ريوماتولوجي، كريتيكال كير، هيماتولوجي، نيورو، سايكاتري، كلهم على مدار عدد من الفيديوهات، وبرضه مرفق معاهم البي دي اف اللي هتذاكره ان شاء الله منه ومعاها، وده هياخد مننا ان شاء الله شهر كامل شغل باذن الله عشان نخلص الاجزاء دي كلها. وبالمناسبه يا جماعه في الجزء ده بالذات يعني انا هتعمق معاكم قوي في جزء الكيسز اللي هي الشباتر دي كلها، جزء الكلينيكال ساينس هتتعمق معاكم قوي في الكيسز بالذات، لان الكيس اللي بتيجي بتكون محتاجه حد، عايزه حد فاهم كويس قوي ومذاكر كويس قوي ويكون مدرك ومشبط الشباتر ببعضها وعارف لو جات لي حاله نفرو مع كارديو، حاله جي اي تي مع اندوكراين، اكون عارف ادي ايه وما اديش ايه، عشان الاسئله دي بتكون دقيقه جدا ومحتاجه حد مذاكر كويس. الجزء الاخير السوشيال والبيهيفيور هندرس فيه الفارماسي لو والريجوليشنز بتاعت ممارسه المهنه داخل قطر في محاضره ان شاء الله، الاستادي ديزاين على 3 ريكتشر او 3 فيديوهات، جزء الاسكس في الهيرث كير الخاص بالممارسه داخل قطر ده برضه على فيديوهين، البروفيشنال كوميونيكيشن، السوشيال والبيهيفيور، والفارماكو ايكونوميك، كل ده على مدار عدد من الفيديوهات، وبرضه هيكون مرفق معاها البي دي اف بتاعها برضه ان شاء الله اللي هنذاكر منه، وده هياخد مننا اسبوعين شغل باذن الله. اجمالي الكورس ان شاء الله هياخد مننا 3 شهور، هيخلص ان شاء الله معانا على مدار 3 شهور وتكون جاهز بعد كده لدخول الامتحان باذن الله. طب كده كده ده الفيديوهات كامله، الشرح كامل للاجزاء اللي طلبها لايقه ومعاها البي دي اف اللي هتذاكر منه. بعد ما بنخلص المحتوى ده ان شاء الله بناخد معاهم كمان 5 ايام او 7 ايام مراجعه للمحتوى كله كامل، وبعدها بناخد 5 ايام كمان حل لجميع بنوك الاسئله
اللي جت قبل كده في الامتحان عشان تكون مش فايتك اي حاجه خالص وتكون جاهز لدخول الامتحان وانت حل الاسئله ومذاكر المحتوى كله كامل اللي طالباه الهيئه وكمان جاهز بصوره كويسه ومراجع كمان بصوره كويسه، وكده نضمن ان انت تداخل تنجح بسكور مش مجرد نجاح بس، تكون ناجح بسكور. عايز اكد يا جماعه ان الامتحان التحضيري ده لازم تكون مذاكر فيه كويس قوي، لان فعلا الامتحان بيكون موجه انه عايز حد يكون فاهم ومذاكر الاجزاء كامله اللي طالباها الهيئه، وخصوصا اجزاء الكلينيكال ساينس واجزاء الاسكس بالذات، لان مش اي حد بيكون مذاكر الاجزاء دي بصوره كويسه. خلاص ان شاء الله اول جزء هنبدا بيه اللي هو الاناتومي والفسيولوجي على مدار عدد من الفيديوهات، هيكون الفيديو اللي جاي بعد ده على طول ان شاء الله هنبدا باول جزء اللي هو الاناتومي والفسيولوجي، وده شكل الورقه اهوت بتاعنا اللي احنا بنشتغل منه في بترك القطري باذن الله. وان شاء الله اللي يحب يتواصل معانا لحجز الكورس يتواصل معانا على رقم الواتس بتاعنا، الرقم ده رقم الواتس بتاعنا يقدر يحجز من خلال الكورس وينضم معانا في المجموعه اللي هتشتغل حاليا للكورس التحضيري لامتحان البروميتريك باذن الله. جميع الفيديوهات الشرح دي جميع الفيديوهات دي كلها هتنزل على الويب سايت بتاعنا www.drhamdicourses.com ان شاء الله في الايقونه الخاصه بالبروميتريك القطري باذن الله. جميع المحاضرات عندنا لونج لايف اكسس يعني دخول مدى الحياه ان شاء الله، وبالتالي حتى بعد الكورس اذا حبيت تسمع الفيديوهات تاني لنفسك، يعني احنا كان معانا شباب بيحبوا يسمعوا جزء الكلينيكال ساينس ده تاني لنفسهم للمعلومات لنفسهم، يعني برضو الكورس هيفضل متاح في رصيدك مدى الحياه ان شاء الله. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله في اول فيديو واحنا بنشرح جزء الاناتومي والفسيولوجي باذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله يا جماعه، السلام عليكم.